هنتكلم على الفيرست ايد فور وون جرياتريك نيرسينج براكتيكال بروسيجر ثيرد يير فيرست سيمستر بريبيرد باي نورا محمد احمد ديمونستريتور في كوميونتي هيلث نيرسينج ديبارتمنت في كالتي اوف نيرسينج بنها يونيفرسيتي. في البدايه هنعرف الديفينيشن اوف الووند كلاسيفيكيشن اوف الووند، وعندنا مور ذان وان كلاسيفيكيشن. يعني عندنا الميجر في ميجر فاكتور افكتنج على الووند هيلينج وفي اميديت فيرست ايد فور ووند. في البداية هنعرف ايه هو الووند. الووند ده عبارة عن cut او break في continuity of the organ او التيشو caused by an external agent such as the injury او surgery. طبعا الووند معروف، الووند هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن cut في continuity بتاعت السكان او التيشو او الأورجان. تمام كده، يبقى ده معناه نتيجة ممكن يكون مثلا injury trauma او ممكن يكون surgery، يعني open surgery انا اللي هعمل فيه الووند. يبقى الووند هو عبارة عن cut او break في continuity بتاعت الأورجان أو التيشو نتيجة external agent، ممكن تكون injury trauma يعني أو ممكن تكون نتيجة surgery. ايه هي classification of wound؟ عندنا طبعا classification كتيرة، هنبدأ بداية بالopen or closed wound. أول حاجة الopen wound، الopen wound عندنا في منه 6 أنواع اللي هو الincision واللaceration والabrasion والبنشر wound والpenetration والافيوليشن. أول حاجة الincision، الincision wound ده هو بيحصل نتيجة sharp edge object زي مثلا النايف أو الايه أو اللي هو الجلاس سبلانتر، يعني قطع الإزاز أو النايف هي اللي تعمل لي الincision. الانسيشن ده بيبقى كلين وبيبقى نتيجة اوبجكت بتكون شارب ايج، يعني ده بيبقى ريجولر، يعني الوون ذات نفسه بيبقى ريجولر وبيبقى كلين، وده الانسيشن العادي اللي احنا عارفينه. اما اللاسيريشن هو يعتبر عكسه شوية، بيبقى رف الريجولر ووند. ليه؟ نتيجة ان حصل كراشنج او ريبنج فورس، حصل زي قوة احتكاك كده مع حاجة رف، بالتالي بيعمل رف وايه والريجولر ووند. اللاسيريشن ديك معروفة اللي هو حصل لاسيريشن يعني تمزق. يعني يبقى الانسيجن ده بيبقى بكلين وشارب ايج اوبجكت زي النايف مثلا، وده بيبقى ريجولر، بيبقى الووند بيبقى ريجولر وبيبقى كلين. اما اللي هو اللاسيريشن ده بيبقى رف الريجولر ووند. عندنا بعد كده اللي هو الابريشن، الابريشن ديك اللي هي السحاجات معروفه. الابريشن ديك هي افكتد اكتر على السوبرفيشال اريا او السوبرفيشال لاير من السكن. تمام كده، بيحصل نتيجه ان حصل مثلا سليبنج فول انتو رف سيرفيس، حصل سليبنج على رف سيرفيس زي حد مثلا اتزحلق على سيرفيس بس رف حاجه رف، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيعمل الابريشن اللي هي سوبرفيشال ووند. وبيقول لك ان الموست افكتد لاير من السكن هي توب موست لير من الاسكان. تمام كده، بعد كده عندنا البنشر. البنشر ده هو عبارة عن ايه؟ البنشر بالعربي هو الوغز، يعني البنشر النتيجة بيحصل بنشر للسكين عن طريق مثلا نيل او نيدل، ده البنشر. زي مثلا لما بنيجي نعمل انجكشن بنعمل بنشر. اما البنتريشن بقى، البنتريشن ديك هو عبارة عن بنتريشن للأورجان او بنتريشن للبودي ذات نفسه عن طريق ان احنا مثلا انترنج للايه للأوبجكت دي انتو البودي، فبالتالي لما بيعمل لها انتر انتو البودي ممكن تعمل دامج مثلا للأورجان او لايه او لتيشو انترنال أورجان. يعني يبقى البنتريشن مش زي البنشر، البنشر ده الوغز زي ان انا اعمل بنشر بنيدلز. تمام كده، او بالنيل ده عبارة عن وغز. اما البنتريشن ده اللي هو الاختراق الاوبجكت ديك انتو البودي زي مثلا النايف انترنج انتو البودي، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيعمل دامج او بيعمل انجري في الانترنال اورجان. في الافيوليشن ووند ده الووند اللي هو بيحصل كومبروموز للانتجريتي اوف التيشو، بيحصل تهتك او بيحصل اصابة للايه للكونتينوتي بتاعت التيشو. الافيوليشن شكله بيبقى الووند بيبقى مفتوح اكتر، بيبقى له تو سيبريت ايج، بلاقي الايج بتاعته بتبقى سيبريت اكتر وبيبقى باين عن اللي هو الاشكال بتاعت الووند التانيه. يبقى احنا لو جينا نقول اول حاجه في الكلاسيفيكيشن بتاعت الووند، قلنا عندنا كلاسيفيكيشن اوبن وكلوز. تمام كده، عرفنا الكلاسيفيكيشن بتاعت الاوبن ووند، هنعرف الكلاسيفيكيشن بتاعت الكلوز ووند. ديك البيكتشر بتاعت الاوبن ووند، ده الابريجن واللاسيريشن. قلنا طبعا لو جينا نراجعهم بسرعه هنقول ايه؟ احنا قلنا اللي هو الانسيجن زي اللي في الفيس كده، ده بيبقى حاجه ايه؟ حاجه كلين وبشارب ايج. اما اللي هو اللاسيريشن ده حاجة
حاجة بتبقى برف irregular wound، تمام كده. اما الابريشن، الابريشن قلنا ده الموست كومن او الموست لاير افكتد من السكين، هي الايه، هي التوب لاير سكين اللي هي سوبرفيشال لاير من السكين. قلنا كمان الافيوليشن، الافيوليشن بيحصل كومبرومايز للايه، للكونتينيوتي او الانتجريتي بتاعت السكين. وعندنا البنشر، قلنا البنشر ده ممكن يكون بنيدل، يحصل بنشر للسكين بنيدل او بايه، بنيدل مثلا او بنيل. واحنا قلنا عندنا اللي هو البنتريشن، البنتريشن ده زي بنشر بس بنايف، بحاجه تعمل انجري للانترنال اورجان. في هنا الامبيوتيشن، امبيوتيشن معناه ان هو يعمل قتل للسكن، تمام كده، او قتل لمب. الامبيوتيشن هو القتل اللمب، ممكن يكون قتل فينجر مثلا او قتل لمب، تمام. يبقى ده كده ال تاني حاجة عندنا الكلوزد ووند. الكلوزد ووند في منه تلات انواع، اللي هما الكونتيوجن والهيماتوما والكراشنج انجري. الكونتيوجن، الكونتيوجن ديك اللي هي الكدمات، معناها ان في بلنت فورس عملت ايه، عملت دامج للتيشو اندر للسكن، يعني في فورس جامدة عملت دامج للسكن للتيشو اندر للسكن، فبالتالي عمل تشينج الكالر بتاعها وعملت الكونتيوجن كدمات. تاني حاجة الهيماتوما، الهيماتوما دي معناها ان حصل دامج البلاد فيزل، فبالتالي عملت كولكتد للايه، للبلاد ده اندر للسكن، ده هيماتوما اللي هو التجمع الدموي، او الهيماتوما دي يبقى معناها ان حصل دامج للبلاد فيزل، فبالتالي عملت كولكشن للبلاد اندر للسكن. الكراشنج انجري، الكراشنج معناها ان في يعني فورس بس جريت او اكستريم اماونت من الفورس ابلايد على السكين او على التيشو فور لونج بيريود من التايم، معناها ان حصل كراشنج، او معناها ان حصل مثلا ابلايد لفورس، حطينا فورس جامده قوي على البودي فور لونج بيريود من التايم، ضغطت عليها فور لونج بيريود من التايم فعملت كراشنج انجري، تمام كده الكراشنج انجري. يبقى انا عندي دلوقتي الكلوزد ووند، الكلوزد في منه الكونتيوجن والهيماتوما والكراشنج. قلنا الكونتيوجن او البرايس هي ايه، معناها ان في فورس عملت دامج للتيشو اندر للسكن، وبالتالي عمل تشينج للكالر بتاعته، عاده بتبقى بلو. الهيماتوما، الهيماتوما معناها ان حصل دامج للبلاد فيزل فعملت كولكتد للبلاد اندر للسكن. الكراشنج انجري معناها ان في يعني فورس جريد او اكستريم اكستريم اماونت من الفورس ابلايد على التيشو او على الاورجن فور لونج بيريد اوف التايم. يبقى انا عرفت دلوقتي الكلاسيفيكيشن بتاعه الووند. اول حاجه في الكلاسيفيكيشن قسمتها اوبن وكلوزد، وعرفنا الاوبن ايه تايبس بتاعتها والكلوز ايه التايب بتاعتها. بعد كده في عندنا اذر كلاسيفيكيشن للووند، عندنا كلاسيفيكيشن، في كلاسيفيكيشن باي الكوزز، اما انتنشنال او ان انتنشنال ووند. الانتنشنال هو الووند المتعمد، ان انتنشنال يعني غير متعمد. intentional مثلا ممكن يكون ايه، في accident او في مثلا يعني خناقة او الحاجات دي، فده ده wound intentional، تمام كده. او ممكن يكون في الانتنشنال اعمل wound زي surgery، وانا بعمل surgery او surgical procedure، فبالتالي بعمل ايه في العمليات الجراحية يعني البروسيجر، بنعمل wound ده intentional، ده انا اللي بعمله. unintentional ده مثلا ان حصل cut بنايف او حصل هيماتوما او كل الحاجات دي، دي حاجات unintentional مش متعمدة. بنقسمه كلاسيفيكيشن باي الكلين ليست، بنقسمه لكلين وكونتامينيتد وانفكتد. في الكلين ووند ده كلين ما فيهوش اي كونتامينيشن، او كونتامينيتد ووند او انفكتد ووند. كونتامينيتد يعني في بارتيكل، اما انفكتد ده معناه ان في انفكشن. الديبس، الديبس ممكن نقول بنقسمه سوبرفيشال وبارشال سيكنس وفول سيكنس. طبعا السوبرفيشال ووند ده افكتد على اللي هو الابيديرمس او توب لير، اللي هو الموست توب لير اوف السكن، اللي هي التوب لير من السكن. اما البارشال سيكنس ده مثلا ممكن يكون خد الديرمس والابيديرمس. الفول سيكنس يعني خد الاول لير اوف السكن. بنعمل كلاسيفيكيشن تاني باي الكالر، بنقسمه باي الكالر لريد ويلو وبلاك، وبيقول لك ان هو التريتمنت بيبقى بيزد اون الكالر. هنعرف الكالر من كل كالر من دي بتشير لايه دلوقتي. يبقى احنا قلنا هو الاذر كلاسيفيكيشن، قلنا اكوردنج الوند كونديشن، على حسب الوند كونديشن بنقسمه لكلين وكونتامينيتد وانفكتد. اما اكوردنج الديبس بتاعت الوند بنقسمه لسوبرفيشال وبارشال سيكنس وفول سيكنس، وده الديبس بتاع الايه، اكوردنج اللير اوف السكن اللي هي افكتد بالوند.
اما according wound color قلنا red wound او black او yellow. الريد ده معناه ان هو في الانفلاماتوري او الماتوريشن فيس من الووند هيلينج، معناه ريد ريد ووند يعني هو لونه ريد، معناه ان هو في الماتوريشن فيس من الايه، من الووند هيلينج، يعني بدأ ان هو يحصل له ووند هيلينج وهو كده يعتبر نورمال. اما البلاك، البلاك معناه ان في نيكروتيك تيشو وده بيبقى نوت ريدي تو هيل، بيبقى فيه نيكروتيك تيشو. النيكروتيك تيشو دي محتاجه ان احنا نعمل لها كلين، كلين اكتر مور كلين للووند ده عشان يبقى ايه ريدي تو هيل. اما اليلو طبعا هو اصعب حاجه، معناه ان في انفكتد ووند وده برضو بيبقى نوت ريدي تو هيل. تمام كده، يبقى احنا عرفنا كلاسيفيكيشن اوف الووند من البدايه، عرفنا ان احنا عندنا اوبن وكلوز. بعد كده في كلاسيفيكيشن تانية، كلاسيفيكيشن تانية دي اول حاجه اكوردنج الكوز، ممكن يكون انتنشنال او ان انتنشنال. تاني حاجه اكوردنج تو اللي هو الكالر، قلنا زي الريد والبلاك واليلو. قلنا عندنا كمان كلاسيفيكيشن اكوردنج تو اللي هو الكونديشن او الاكوردنج تو الكلينلس، قلنا ان احنا بنقسمه لكلين وكونتامينيتد وانفكتد واكوردنج تو الديبس بتاعت الووند دي على حسب الافكت لاير من من السكن. قسمناه لسوبرفيشال وبارشال سيكنس وفول سيكنس ووند. بعد كده عندنا في ميجور فاكتورز افكتنج على الووند هيلينج، في فاكتور افكت على الووند هيلينج. ايه الفاكتور اللي بتساعد الووند ان هو يحصل له هيلينج او بتعمل امبرومايز او بتعمل ديجريز للووند هيلينج، بتقللها؟ اول حاجه عندنا النيوتريشن. طبعا الجود نيوتريشن دي بتعمل امبروف للهيلينج. في عندي اليمنت لو حصل لها ديجريز بتاثر على الووند هيلينج، زي البروتين، الكربوهيدرات، المينرالز، الفيتامينز. لما الاليمنت دي لما بتقل بتعمل افكت على الووند هيلينج، فبالتالي لما الاليمنت دي بتبقى باخدها في هو في الادكوت اماونت دي بتعمل امبروف للووند هيلينج. البروتين هو اصلا بيعمل بيلد للتيشو مع الكربوهيدرات والمينرالز والفيتامينز. تمام كده، يبقى اول حاجه نيوتريشن، عندنا نيوتريشنال اليمنت زي البروتين والكربوهيدرات والمينرالز والفيتامينز، دي لما بيحصل لها لما باخدها في الادكوت نورمال دي بتعمل امبروف للووند هيلينج، لكن لو حصل ديجريز للاليمنت دي بتعمل افكت على الووند هيلينج. تاني حاجه الجنرال هيلث كونديشن، الجنرال هيلث كونديشن بيقول لك زي مثلا الانفكشن، الانفكشن دي بتعمل امبيرد للهيلينج. في الاميون سبرايز ديزيز زي الدايبيتس والانيميا والجوندس والكانسر، كل الحاجات دي بتعمل امبيرد للهيلينج. تمام كده، يبقى الجنرال هيلث كونديشن زي الانفكشن والايه واللي هو الاميون سبرايز دي. تاني حاجه عندنا الكلوزد ووند، الكلوزد ووند في منه ثلاث انواع اللي هم الكونتيوجن والهيماتوما والكراشنج انجري. الكونتيوجن، الكونتيوجن ديك اللي هي الكدمات، معناها ان في بلنت فورس عملت ايه، عملت دامج للتيشو اندر للسكن، يعني في فورس جامده عملت دامج للسكن للتيشو اندر للسكن، فبالتالي عمل تشينج الكالر بتاعها وعمليه الكونتيوجن كدمات. تاني حاجه الهيماتوما، الهيماتوما دي معناها ان حصل دامج للبلاد فيزل، فبالتالي عملت كولكتد للايه للبلاد ده اندر للسكن، ده هيماتوما اللي هو التجمع الدموي، او الهيماتوما دي يبقى معناها ان حصل دامج للبلاد فيزل فبالتالي عملت كولكشن للبلاد اندر للسكن. الكراشنج انجري، الكراشنج معناها ان في يعني فورس بس جريت او اكستريم اماونت من الفورس ابلايد على السكين او على التيشو فور لونج بيريود من التايم، معناها ان حصل هنعرف بعد كده الاميديت فيرست ايد فور ووند. بدايه انا عندي ووند، طبعا اول حاجه هبدا ان انا اتعامل معاها لو عندي فاسيلتيز فور الووش الهاند، هنعمل ووش الهاند، هنعمل ري اشور للكلاينت، هنبدا ان احنا نعمل ريموف للكلوزز اواي فروم الووند اريا. طبعا انا بتكلم على فيرست ايد، الفيرست ايد غالبا مش هيبقى معايا اكويبمنت، تمام، لكن لو انا معايا فرصه ان انا يبقى معايا اكويبمنت هيبقى معايا كيدني بيزن مثلا، هيبقى معايا كيدني بيزن، هيبقى معايا مثلا جوز، هيبقى معايا تورنوكي، ممكن يبقى معايا قريبه من التاب ووتر. تمام كده، كل الحاجات دي ممكن يبقى معايا اللي هو التاب عشان اعمل كلوز للايه للووند. يبقى لو انا في امكانيه يبقى معايا الايكويبمنت، هيبقى معايا الايكويبمنت دي. لو مفيش امكانيه هعمل هاند ووش وري اشور للكلاينت، وابدا ان انا اعمل ريموف للكلوزز اواي فروم الووند اريا، وابدا ان انا اتعامل. اول حاجه في الووند، في الفيرست ايد فور الووند، ان انا اعمل ستوب للبليدنج. انا هعمل انسبكشن او هعمل اوبزرفيشن على الووند ده، هشوف هو فيه بليدنج ولا لا. لو في بليدنج يبقى الفيرست ستيب ان انا اعمل ستوب للبليدنج. البليدنج بيبقى عن طريق ايه، انا هشوف الاريا فور البليدنج وابدا ان انا اعمل ايه فيرملي كومبريم
كومبروجن او كومبروموزنج على البليدنج اريا، هبدأ ان انا اعمل فيرملي كومبروموزنج على البليدنج اريا، يعني هضغط على البليدنج اريا بالفينجر او بالهاند فور ات ليست 5 مينتس. طبعا انا مش هعمل الكومبروموزنج ده دايركتلي على البليدنج اريا، انا اما ان انا هبقى لابس جلافز لو في اكويبمنت هلبس فيها جلافز، او ان انا هبدأ ان انا احط كلين كلوزز او هحط جوز او اني ثينج، المهم ان هي تبقى ايه، تعمل ايزوليشن بتوين الهاند وبتوين اللي هو البليدنج بلاد ده. يبقى اول ستيب ان انا هعمل ايه، هعمل ستوب للبليدنج. ستوب للبليدنج عن طريق رقم واحد ان انا اعمل فيرملي كومبروموزنج على البليدنج اريا، تمام كده، اعمل عليها بريجر فور ات ليست 5 مينتس. بعد ما اعمل بريجر بيقول لك لو اللي هو البليدنج ده نوت ستوب، هبدا ان انا اعمل اليفيتد للاريا او للبارت ده اباف الليفل اوف الهارت، هبدا ان انا ارفعه اباف الليفل اوف الهارت. فور اكزامبل مثلا ان انا اعمل ريزنج لللمب، اما ان انا اعمل ريزنج مثلا للهاند او للليج او اللي هي الاريا اللي فيها البليدنج، تمام. ما بستعملش التورنوكي الا في السيفير بليدنج، ما بستعملش التورنوكي الا في السيفير بليدنج. وكمان في بركشن للتورنوكي، التورنوكي انا بعمله طاي، بتبقى حوالي من 2 ل 2.5 اوي فروم اللي هو البليدنج اريا، من 2 ل 2.5 انش. كمان بعمله الطاي وبعد كده بعمل له ريليز، يعني انا بعمل طاي وريليز عشان اعمل ايه، عشان اعمل بريفنت ان انا اعمل شوتنج للبلاد فلو تو الليمب، لان انا لو فضلت عامل طاي للتورنوكي او ابلاي للتورنوكي على اللي هو على الليمب، ممكن يعمل لي ستوب اللي هو البلاد فلو للليمب ده، وممكن يدخله في ايه، في جانجرين، ويحصل بسببه امبيوتيشن، تمام كده. يبقى انا بعمل الفيرست ستيب من اللي هو الفيرست ايد للووند ان انا اعمل ستوب للبليدنج. ستوب للبليدنج ده عن طريق ايه، عن طريق اول حاجه ان انا هعمل اللي هو الكومبريشن او اللي هو البريجر على البليدنج اريا، وقلت لازم يكون في ايزوليشن بين البلاد وبين يور هاند، عن طريق مثلا في كلين كلوزز، في مثلا جلافز او اني ثينج او جوز، المهم ان انا هعمل كومبريشن، تمام كده. بعد كده هعمل اليفيتد لللمب اباف اللي هو الليفل اوف الهارت، ولو ما حصلش هبدا ان انا استعمل التورنوكي، بس ما بستعملوش غير في سيفير انجري عشان بيعمل شوت بيعمل ايه، شطف للبلاد فلو اللي هو البارت ده، وبيعمل درايف ات اوف الاكسجين، تمام كده. تاني حاجه بعد ما عملت ستوب للبليدنج، تاني حاجه هعمل بريفنت للانفكشن. ازاي ان انا هعمل بريفنت للانفكشن؟ الانفكشن او البارتيكل دي ممكن تكون، او الديرتي دي ممكن تكون لارج وفيزابل، فلو انا شايفها هبدا ان انا اعمل لها بيجد اوف، تمام كده. يبقى انا عندي تاني نقطه ان انا اعمل بريفنت للانفكشن، وبريفنت للانفكشن ده بيبقى عن طريق ان انا اعمل ريموف للديرتي والبارتيكلز. هبدا اول حاجه لو هي لارج او فيزابل هبدا ان انا اعمل لها بيجد اوف هشيلها، تاني حاجه لو هي سمول، لو هي هنا يا جماعه بنتكلم على بيقول واضح فيها التايبس اوف البليدنج شويه، واللي هو التايبس اوف الووند والتورنكي. هنا زي ما قلنا كده التورنكي بنعمل له طاي على بعد من 2 ل 2.5 انش من البليدنج اريا، تمام كده. والتورنكي كمان بنحاول ان احنا نحط اي ايزوليتد بارت معاه عشان خاطر ما يعملش شكل البلاد فلو للايه، للليم. هنا شكل الووند فيه البانشر واللاسيريشن والابريشن زي ما احنا عارفين، والافيولي زي ما قلنا الافيوليشن اللي هو بيبقى فيه ايه، كومبرومايزد للانتجريتي بتاعت السكين، بيبقى الايجنت بتاعته هي بتبقى سيباريتد، وبيبقى شكل الوند مختلف شويه. احنا قلنا دلوقتي لو هنعمل انت للانفكشن، بريفنت للانفكشن، لو هي لارج اوبجكت او بارتيكل او ديرتي هنعمل لها بيجد اوف. طب لو هي لو سمول وكانت بي سين، هنبدا ان احنا نعمل لها ريموف باي عن طريق ان احنا نعمل واشنج بالمايلد سوب والايه والتاب ووتر. طب لو الديرتي والبارتيكل دي ريمين افتر للواشنج، فضلت موجوده بعد الواشنج، هبدا ان انا اعمل لها ريموف عن طريق ان انا اعمل الهايلي بريشر ستريم اوف الورم تاب ووتر او اوف التاب ووتر، تمام. هبدا ان انا استعمل اللي هو الهايلي بريجر تاب ووتر، بمعنى اصح لو انا ممكن اعملها مثلا بسيرنج، السيرنج دي هبدا ان انا اعمل لها اسبيريشن للفلاود او للتاب ووتر، وابدا ان انا اعمل لها جش على الايه، على الووند بس بهاي بريجر، اضغط عليها على اللي هو الفلاود دي، فبالتالي ان هي هتبدا ان هي تعمل ريموف للديرتي. او لو مثلا انا عندي قريب مثلا من ووتر سورس من حنفيه مثلا، هبدا ان انا ازود البريجر بتاعها
فهيعمل ريموف للديرت دي. يبقى انا عندي اول ستيب ستوب للبليدنج، تاني ستوب ان انا ستيب ان انا اعمل بريفنت للانفكشن، بريفنت الانفكشن عن طريق ان انا اعمل ريموف للايه للبارتيكل والديرتي. لو هي لارج هعمل لها بيجد اوف، اما لو هي سمول هبدا ان انا اعمل لها ووش بالايه بالمايلد سوب والووتر. وانا بعمل الووش ممكن ما يحصلهاش ريموف، فهبدا ان انا استعمل الهايلي بريشر ستريم اوف الايه التاب ووتر. تمام. بيقول لي ان الهارشر ايجنت زي الكحول والايودين ما نوت ريكومندد. ليه؟ لان السوليوشن دي بتعمل دامج وبتعمل امبير للايه للكاباسيتي بتاعت الووند تو هيلينج. تمام كده. يبقى انا عندي الهارشر ايجنت زي الكحول، ما فيش حد يقول لي ان انا وانا بعمل ووند كير هستعمل الكحول ولا الايودين ولا البروكزيميد. ليه؟ لان هي بتعمل ايه امبير للكاباسيتي بتاعت الهيلينج للووند وبتعمل دامج للتيشو. تمام كده. بعد كده عندي بيقول لك ان هو هبدا بعد كده هعمل الكلوز للووند. انا اول حاجه عملت له ستوب للبليدنج، ثاني حاجه عملت بريفنت للانفكشن عن طريق ان انا عملت له كلين ما استعملتش له الهارشر ايجنت زي الكحول والايودين. بعد كده هبدا ان انا اعمل له كلوز، اكيد مش هسيب الووند ده اوبن، هبدا ان انا اعمل له كلوز. لو الووند ده يعني فيري سمول هعمل له كلوز بالايه باللي هو التاب. تمام. طب لو هو لارج هبدا ان انا اعمل له بالستيتش، وطبعا الستيتش ما بتبقاش تبع الفيرست ايد، هي بتبقى في الهوسبيتال. تمام كده. بعد كده بيقول لك ان الميديكال اسيستنت، امتى بحتاج ميديكال اسيستنت وانا بعمل ووند كير او وانا بدي فيرست ايد للووند؟ بحتاج الميديكال اسيستنت او ان انا اطلب الميديكال اسيستنت في حالة لو الموند او القط ده لونجر ذان اباوت تلت انش او تلت اربع سنتيمتر. تمام كده. او لو هو في الفيس، او لو هو ديب، او الايدج بتاعته سبرت. يبقى اول حاجه لو الووند لونجر زي، يعني لو هو اكتر من تلت انش او تلت اربع سنتي، ببدا ان انا ادور على الميديكال اسيستنت. لو كان في الفيس عشان هي سنسيتيف اريا عشان هيعمل سكور، لو كان باين ان هو ديب حتى لو هو سمول بس ديب، لو كان كمان الايدج بتاعته سبرت، دي اول نقطه. تاني حاجه لو البليدنج دازنت سوب، انا عملت البريجر وعملت الاليفيت وحاولت ان انا اربط بالتورنوكي او الافيلابل اوبجكت يعني، ابدا ان انا اعمل طاي بيها وكل ده وما حصلش ستوب للبليدنج، يبقى انا محتاج ميديكال اسيستنت. ايه تاني؟ بيقول لك لو عندي ساين او سيمتوم للنيرف او تندن انجري، زي مثلا حصل لوس اوف السنسيشن او حصل لوس اوف الموفمنت او النامبنس، يعني حصل مثلا قط، امتى هلاقي السيمتوم دي؟ لو لقيت مثلا قط في النيرف او التندون، لو حصل قط او انجري في النيرف او التندون هيبدا ان هو يحصل نامبنس، في تنمير مش هيبقى فيه، هيحصل ان هو مفيش سنسيشن ومفيش موفمنت في الايه في البارت ده، في الوقت ده انا محتاج ميديكال اسيسمنت. بيقول لك كمان لو اللي هو السكراب ده ديب، لو انا عملت سكرابينج بطريقه ديب وعملت له كلين كويس جدا بس الديرتي والبارتيكولر ديفيكولت تو ريموف ما برضو ما اتشالتش، يبقى انا لو يبقى لسه عندي بارتيكول وعندي ديرتي مع الكلينينج ومع ان انا زودت البريشر وكل ده وما حصلش ريموف للايه للبارتيكول او الديرتي ده، في الوقت ده انا محتاج ميديكال اسيسمنت. بيقول لك بعد كده كمان لو هو بانشر ووند، يعني بانشر ووند وسبيشالي كمان او بنتريشن، يعني لو في الماتيريال اللي عامله بانشر دي موجوده في الووند، يعني مثلا في نايف موجوده في الووند، انا طبعا ما ينفعش ان انا اعمل لها ريموف، لان انا لو عملت لها ريموف هي ممكن تبقى عامله كلوز لايه، ممكن تبقى عامله كلوز لبلاد، يعني في بلاد فيزل مفتوح او حصل له قط بس هي قافلاه عامله بريفنت البليدنج. اول ما ابدا اعمل لها ريموف هيبدا ان يكون في بليدنج، فانا لما يبقى في ووند وفي بانشر او بنتريشن، في حاجه عامله بنتريشن للسكن او للاورجن، المفروض ان انا ما اعملهاش ريموف، وفي الوقت ده على طول انا محتاج ميديكال اسيستنت. بعد كده كمان لو البيرسون ده ما خدش التيتانوس فاكسينيشن within the past 5 years، يعني ما خدش التيتانوس فاكسينيشن في خلال الخمس سنين اللي فاتوا، معنى كده ان هو محتاج تيتانوس فاكسينيشن، فلازم اوديه للميديكال اسيستنس. يبقى تاني لو جينا نجمع البوينت اللي امتى فيها بحتاج ميديكال اسيستنت، قال لك اول حاجه بحتاجها في حاله ايه، في حاله لو الووند ده لارج، لو الووند ده اكتر من تلت انش او تلت اربع سنتيمتر، لو هو في الفيس، لو هو ديب. تمام كده. بحتاجها امتى تاني؟ بحتاجها لو في سمول بارتيكل حصل، عملت لها كلين كويس جدا وما حصل لهاش ريموف، بعملها لو انا عملت يعني كل الميثود عشان اعمل ستوب للبليدنج وبرده البليدنج موجود. لو في ايه تاني؟ نيرف او تندون انجري، ساين وسيمتوم للنيرف او تندون انجري، زي مثلا نمبنس ولوس للموفمنت ولوس للسنسيشن، لازم ساعتها احتاج الميديكال اسيستنت.
اساسا لو هو بانشر ووند، وبالاخص لو ايه، لو اللي هو البانشر او البنتريشن ايكوبمنت او اوبجكت دي، كان الووند بحتاجها لو البيرسون ما خدش تيتانوس فاكسينيشن في خلال ال5 سنين اللي قبل كده، تمام كده؟ يبقى ده الوقت اللي انا بحتاج فيه الميديكال اسيستنت. بعد كده هعمل بروسيجر، هعمل ريموف للايكومنت، وهعمل ري اشور للكلاينت، وهعمل دوكيومنت البروسيجر وهاند ووشنج، تمام كده؟ يبقى انا عندي ايه هو البروسيجر. لو جينا نجمعه تاني بسرعه، البروسيجر او الفيرست ايد بتاع الون، في البدايه هعمل هاند ووش وبريبيل للايكومنت، هعمل ريموف للكلوزز، هعمل ري اشور للكلاينت، واعمل ريموف للكلوزز عن الاريا. هبدا الفيرست ستيب ان انا اعمل ستوب للبليدنج، وعرفنا الستوب للبليدنج ده عن طريق ايه. تاني حاجة هنعمل بريفنت للانفكشن، وقلنا برضو لو هو لارج بوند او لو هو سمول هنعمله ازاي، وقلنا ان الهارشر ايجنت نوت ريكومندد تو يوز عشان بتعمل دامج للايه للتيشو، وبتعمل يعني امبير للهيلينج للووند. عرفنا كمان ان احنا بنعمل له كلوز عن طريق، اما لو هو سمول عن طريق التاب، لو هو لارج عن طريق الاستيتش. وعرفنا امتى بحتاج الميديكال اسيستنت، ايه هي التايم او الستيتس اللي بحتاج فيها الميديكال اسيستنت، والبوست بروسيجر ان انا هعمل دوكيومنت واعمل ري اشور للكلاينت واعمل هاند ووش وريموف للايكويبمنت. ثانك يو.